الحكومة تعلن 6 إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا خلال عيد الفطر. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الغد أو لمدة 2 أسبوع. أضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اعتبارا من الغد ستكون مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح هي من الساعة 9 مساء، وذلك للحد بصورة كبيرة جدا من التزاحم الذي ستشهده هذه المناطق. وأوضح في نفس الوقت سيتم السماح بخدمة توصيل للمنازل على أن تستمر المطاعم في خدمة توصيل الأطعمة إلى المنازل لما بعد غلق موعد غلق هذه المنشآت، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين سيتم حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية في أي منشآت خلال هذه المرحلة. وأعلن رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر هي 5 أيام، وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن إجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله سوف تقوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد 16 مايو الجاري. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسلام إن شاء الله. نرجع لنفس الخبر النهاردة، وأشار رئيس الوزراء إن إجازة عيد الفطر هتكون 5 أيام خلال مؤتمر صحفي قلنا من الأربع وحتى يوم الأحد. وأشار أيضا سيتم غلق كل الحدائق أو المنتزهات والشواطئ العامة خلال الأسبوعين المقبلين في إطار القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إن وسائل النقل العادية ستعمل بشكل طبيعي، في حين سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات. ولفت مدبولي في خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إن صلاة العيد سيتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع صلاة الجمعة، لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والتي تطبق الإجراءات الاحترازية مع حظر اصطحاب الأطفال. ده كان موضوع الخبر الخاص بالإجراءات اللي الدولة المصرية أعلنت عنها النهاردة، الإعلان عن الدكتور مصطفى مدبولي. وملخصها إن إجازة عيد الفطر هتبدأ إن شاء الله من الأربعاء القادم وهتنتهي يوم الأحد اللي هو يوم 16 مايو، وكمان دي بالنسبة لإجازة عيد الفطر. وكمان من بكرة ومن غد الخميس، يعتبر من بكرة إن شاء الله الخميس لمدة 2 أسبوع، هتكون الإجراءات اللي فرضها الدولة بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، هتكون طبعا غلق المطاعم والكافيهات والكافيهات والحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ. كل اللي قلناه من شوية هيكون لمدة 2 أسبوع، ليه؟ بمعنى هتكون لحد يوم 21 مايو الجاري هذه الإجراءات الاحترازية اللي الدولة المصرية أعلنت عنها منذ قليل. ده كان على الموقع اليوم السابع. هننتقل برضه نفس الخبر على موقع ده كان على الموقع المصري اليوم، آسف، هنروح برضه نفس الخبر على موقع اليوم السابع، وهو بيتناول نفس الخبر لكن هنشوف ايه اللي جايبه جديد في هذا الموضوع. يعني 5 أيام إجازة وغلق المحلات من 9 مساء، قرارات أعلنتها الحكومة وتطبق من الغد. طبعا هو اليوم السابع حط الخبر بالصور، حاطط كل صورة بشكل ملخص لصفحات رئيس الوزراء، هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا نفس الكلام هو اللي قلناه، اعتبارا من الغد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمسارح والسينمات من 9 مساء، طبعا مع استمرار خدمة الدليفري، استمرار غلق كل الشواطئ والمنتزهات والحدائق، حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقوم بها صلاة الجمعة، وحظر اصطحاب الأطفال. طبعا إجازة عيد الفطر من 4 حتى 16 مايو. نيجي بقى للصور اللي حطاها اليوم السابع، حطاها في شكل أخبار مختصرة لتصريحات السيد رئيس الوزراء. ونيجي الأول حاجة كده ناخد منها كام صورة كده نشوف، أو كام خبر نعرف برضو إيه الجديد اللي بيتناول اليوم السابع في هذا الموضوع. غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء، السماح بخدمة توصيل للمنازل، إجازة العيد من 5 أيام، غلق كامل الحدائق والشواطئ، إجازة عيد الفطر تبدأ من 12 مايو حتى 16 مايو، التعامل مع صلاة العيد مثل الجمعة ومنع اصطحاب الأطفال، حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو احتفالات فنية أو حفلات في المنشآت. كل القرارات سارية اعتبارا من غد الخميس حتى 21 مايو، اللي احنا قلنا هيكون مدة 2 أسبوع بالنسبة للقرارات اللي خاصة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا. مصر ستحصل على 5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال مايو الجاري. الخبر اللي بعديه او اختصار التصريح السيد الوزراء،
تطوير جميع مستشفيات الحميات للتعامل مع جائحة كورونا. أيضا رئيس الوزراء خلال شهر مايو سيكون لدينا 5 مليون جرعة من لقاح كورونا. أيضا برضه مصطفى مدبولي الرئيس وجه بإتاحة أي مبالغ مطلوبة لتوفير اللقاح للمواطنين، وأيضا برضه مصطفى مدبولي توفير لقاحات كورونا لجميع المواطنين، وكل الشكر لأطقم الطبية. برضه رئيس الوزراء 1,700,000 غرامة تم تحصيلها من غير الملتزمين بارتداء الكمامة، طبعا ده رقم كبير جدا، 1,700,000 غرامة تم تحصيلها من الناس اللي هي مش ملتزمة بارتداء الكمامة. أيضا مصطفى مدبولي سنوفر عشرات الملايين من الجرعات من لقاح كورونا حتى نهاية العام. رئيس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية من 9 مساء مع السماح بالدليفري. رئيس الوزراء أيضا الحمد لله الدولة المصرية ما زالت قادرة على مواجهة أي تداعيات لأزمة كورونا. مصطفى مدبولي حظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات. مصطفى مدبولي أيضا أجازة العيد الفطر من 4/12 مايو حتى الأحد 16 مايو. مصطفى مدبولي أيضا صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة، طبعا مع حظر اصطحاب الأطفال. رئيس الوزراء غلق كامل الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في العيد. كل قرارات الحكومة الجديدة مواجهة كورونا سريعة اعتبارا من غد الخميس حتى 21 مايو. مصطفى مدبولي أن الدولة تتعامل بسياسة الاتزان منذ بداية جائحة كورونا. تصريح أيضا لرئيس الوزراء الدول العالم شهدت زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا. رئيس الوزراء تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير مخزون الأكسجين. ده يا جماعة كان ملخص لتصريحات السيد رئيس الوزراء، وزي ما قلنا ملخصه إن إجازة العيد إن شاء الله هتبدأ من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، وهتنتهي يوم الأحد اللقاء اللي بعديه هيكون يوم 16 مايو، لكن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفترة الجاية لمدة أسبوعين هتبدأ من غد الخميس وهتنتهي 21 مايو، يعني الأسبوعين دولت هيتم تطبيق اللي إحنا قلنا إغلاق المطاعم والكافريات والكافيهات والمسارح إلى جانب الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات، واللي إحنا قلنا عليه كله في هذا الخبر. ده كان الموضوع الخاص بإجازة العيد اللي هي 5 أيام، والفترة الخاصة بفترة التعامل مع فيروس كورونا، والحظر اللي يبدأ من 9 بالليل وينتهي 7 صباحا. أتمنى يكون الخبر يعني قدرت أوصله لحضراتكم، وكل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية وكل الشعب المصري بكل خير وصحة وسلامة إن شاء الله. في النهاية أدعوكم طبعا للاشتراك في قناتي في زر الجرس والإعجاب بالفيديو، وإن شاء الله مع خبر جديد أو خدمة بتهم حضراتكم. إلى اللقاء، كان معكم إيهاب الأنصاري، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.